احتفلت يومها بجنون لأول مرة بجول يهز شباك ريال مدريد، ودي كانت المرة الأخيرة. في لحظات في حياة الإنسان الزمن بيقف فيها، كل حركة بتتجمد، كل صوت بيتكتم، كل المشاعر بتختفي، ومش بتسمع غير دقات قلبك وانت مترقب تعب السنين هينتج عنه ايه. والعشرة ما كانتش عظيمة عشان الطريقة اللي اتحققت بيها بس، لكن عشان كل الإخفاقات اللي سبقتها لفترة طويلة. العشرة كانت أول كلمة سمعتها لما ريال مدريد اشتراني سنة 2005 كأغلى مدافع في تاريخ أسبانيا وقتها. كل الناس كانوا مهووسين بالعشرة، أساطير جم النادي ومشيوا وما قدروش يحققوا حلم بيريز. أفضل المدربين تناوبوا على الفريق، الخبير والطموح والمثير للجدل، والنتيجة كانت دايماً واحدة. الموضوع وصل إن مورينيو عشان يلمح إنه انتشل ريال مدريد من عصور الظلام، قال إنه قبل ما يجي ريال مدريد لاعب زي راموس واخد كاس عالم ويورو عمره ما تخطى دور الـ16 لدوري الأبطال. بصراحة ما قدرتش أعرف التصريح ده تفخيم فيا ولا تقليل مني، لكن اللي كنت متأكد منه إن ريال مدريد لسه ما خدش العشرة. العشرة اللي كنا نستحق نفوز بيها في 2012 بعد ما عملنا موسم أسطوري، لكن في واحد من أسود أيامي الكروية ضيعت حلم الملايين من مشجع ريال مدريد ونفذت أسوأ ضربة جزاء في مسيرتي. أنا سجلت أكتر من 25 ضربة جزاء في مسيرتي بمختلف الطرق الفنية والأساليب، لكن في ضربة الجزاء اللي كنت محتاج أجيبها أكتر من غيرها طلعت الكورة برا سانتياغو برنابيو. وصحيح اني ما كنتش الوحيد اللي ضيع ضربه جزاء يومها، لكن حسيت ان ذنب ضياع العشره متعلق في رقبتي. بس انا لاعب مقاتل، وكميه السخريه اللي تعرضت ليها بعد ضربه جزاء بايرن كانت ممكن تكسر واحد غيري. يومها خدت قرارين، اني مش هبطل ابدا اشوط ضربات جزاء، واني هجيب العشره لريال مدريد. في السنه اللي بعدها كنا قدام مهمه مستحيله، محتاجين نعوض فارق 3 اهداف في العوده قدام دورتموند. وفي واحده من اغرب مباريات حياتي ما فقدتش الامل لاي لحظه. كنت متحامل على ألم رهيب في رجلي الشمال طول الماتش، نفس الرجل اللي سجلت بيها واحد من أجمل أجوال مسيرتي. ومن كتر ألمي رجعت نص ملعبنا وأنا بعرج، لكن للأسف الثواني الباقية ما كانتش كافية لتحقيق المعجزة، ما كانتش كافية للفوز بالعشرة. وتحت تسقيف شرس غير اعتيادي من جمهور ريال مدريد لفريقه لما يخسر، وقفت عيط في حضن كاسياس. وزي ما احتفالي بجولي مع إشبيليا كان الأخير ضد ريال مدريد، فدموع ماتش دورتموند كانت آخر دموع خسارة تنزل من عيني. والحياة مجنونة، مش بس بتمسح لك دموعك وتفهمك ان العالم منهارش، لا، بتدي لك فرصة تانية وتالتة بسيناريوهات عمرك ما كنت تقدر ترسمها في احلى احلام اليقظة. قالوا انهم هيحرقوا علينا غابات ميونخ، وغابات ميونخ اتحرقت فعلا، لكن على اصحابها. سنتين بس كانوا المسافة الزمنية الفاصلة بين تسببي في خروج فريقي قدام بايرن وبين مساهمتي في سحق بايرن على ملعبه. وصحيح ان الحياة بتدي لك فرصة تانية دايما عشان تعوض اخفاقاتك، لكن وعشان تتحول لأسطورة خالدة هتكون مجبر تنتهز لحظة واحدة بس في العمر كله. مش هينفع دلوقتي تضيع، ومش ممكن تسمح لدموع الهزيمة انها تزورك تاني. ومهما حققت من إنجازات ورفعت كؤوس وكسبت بطولات، هتفضل الدقيقة 92 هي اللحظة الأهم في مسيرتك. وقلت لكم في أول الكلام إن العشرة كانت عظيمة عشان كل الإخفاقات اللي سبقتها، لكن الحقيقة بقى إن العشرة عظيمة كمان عشان كل النجاحات اللي جت بعدها.